الخبر الاول اللي عدنا عن انجازات اليوتيوبر. فاليوتيوبر الاول اللي عدنا هو نور ماروس ولحسابه بالتيك توك لل 11 مليون مشترك. ان شاء الله الف مبروك واقبال ملايين يا رب، ولا تنسون يا حبايبي تباركوا لنا بالكومنتات. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هو نور مار ويا رمار، وعن اعلانهم بحساباتهم الانستغرام وتنزيلهم شويه ستوريات يقولون بها انه اليوم راح ينزل مقطع تحدي ما بين نور مار ويا رمار. المقطع راح ينزل على الساعه 4 على قناه نور الثانيه، راح احط لكم الستوريات تشوفوها. بخير كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بكرة في فيديو صورناه أنا ويا رب هذاك اليوم اللي صورنا فيه فيديوهات، خليكم جاهزين بكرة، تحدي خارق خرافي. قناة الثانية الساعة 4 جماعة، كن جاهزين بكرة فيديو حينزل على قناة نور الثانية. أما اليوتيوبر الثاني فهي نور ستار، فنور نزلت على حسابها بالإنستغرام شوية ستوريات. الواحد من المتابعين يسألها إنه أنت ليش ما جاية تنزلين باليوتيوب؟ فترد عليه نور ستار إن شاء الله بكرة راح يكون في مقطع ينزل، فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات المقطع منو متحمسين أكثر. الخبر الثالث اللي عدنا عن نور ستار وردها انه ليش هي حاليا جاي تصور ويا انس وبيسان ومو فلوجز. فنور ستار نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري لواحد من المتابعين يسالها انه ليش جاي تصورين ويا انس وبيسان ويا مو فلوجز. فترد عليه نور ستار انه انا من زمان باليوتيوب وبحب التعاونات، ولما جيت على دبي تعاونت مع كثير يوتيوبر، فاخر 3 مقاطع من 4 كلها تعاونات، وانه هذه هي حلاوه اليوتيوب وان هي تحترم الكل، ولكن هي ما تتدخل بالناس وبمشاكلها وقراراتها. فطبعا نور هنا تاكد انه اكو مشكله صايره ما بين نارين بيوتي ومو فلوجز وانس وبيسان، ولكن نور ستار تقول ان هي ما حابه تتدخل بهذه المشاكل. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شنو رايكم بهذا الخبر. الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم المتابعين على اصاله، فاصاله نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي فيه هذه الصوره، فاجاها هوايه انتقادات انه هي مكثره المكياج وانه هي شكلها بدون مكياج يكون احلى. الصراحه ما ادري على كل هذه الصوره قدامكم، اكتبوا لنا بالكومنتات شنو رايكم بهذا الخبر. الخبر الخامس اللي عدنا عن نور ستار ومرضها، فبعد ما ام نور ستار وبنين ستار اعلنوا عن مرض نور ستار، اغلب المتابعين حاليا يسالون شنو صار وياها. فنور ستار نزلت على حسابها بالانستغرام شوية ستوريات، الواحد يسألها شو عم بيصير معك، سمعت انك مريضة. فترد عليه نور ستار انه ايه شوية تعبانة بس عادي لا تقلقوا، شكرا على رسائلكم الحلوة وراح تعرفوا كل شي بالوقت المناسب، فالحمد لله على السلامة ومعافية يا رب. وبس والله هنا وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطوا لايك، اشتركوا بالقناة، شاركوا في زي مقاطع مملكة القصص، وبس مع السلامة.